زائد واحد يساوي كام؟ طبعا اتنين. مفيش حاجة اسمها طبعا اتنين، ايه طبعا دي؟ في حاجة اسمها نظرية الاحتمالات، يعني حتى الواحد ده الصحيح ده ممكن يتفك على كذا حاجة، بمعنى يعني في الخير وفي الشر، زي ما ربنا خلق الراجل والست. يعني ممكن الواحد يبقى واحدة؟ وممكن كمان يبقى واحدة ونص يا حبيبتي. ما تبوظيش أخلاق البنت وأنا بعلمها. واحدة ونص ده على الدربوك كان شو بناتك لما ترقصوا. قال لك صحيح، فين بناتك يا مجيدة؟ راحوا فين لغاية دلوقتي ولا مش عارفة كالعادة؟ يا سلام، وانت مالك بقى يا ست سناء؟ على فكرة يا مجيدة أنا مش هقطف الملوخية لوحدي، تيجي تقطفي معايا وإلا ولادك مش هياكلوا النهاردة. هلو إيفريبادي، حذروا فذروا، كنت فين النهاردة؟ قولي يا حبيبتي وافرحيني، افرحي قلب أمك عشان قاعدة هنا في نكد. اتعينت في شركة أعالي البحار لسيد التونة. يا حبيبتي ألف ألف مبروك. يعني بينقوا أعلى حتة في البحر ويصطادوا منها التونة، ما تشتريها من البقال أقرب. انعم يا حبيبتي، بنتي هتبقى أكبر بيزنس وومن في العالم. يس، هشتغل المتحدثة الرسمية لشبكات مراكب الصيد في البحر المتوسط من أوله لآخره. انتي بقى يا بتاعت التونة، جوزك عارف انك هتشتغلي؟ ما حضرها له مفاجأة. بصي كده ليه؟ اوعي تفتكري ان انا متضايقة انك هتشتغلي، بالعكس دي جت مصلحة. اولا هنرتاح من وشك طول النهار، ثانيا هتيجي مهدودة فتتخمدي على وشك طول الليل، ثالثا وده الاهم ان اخيرا هتحسي على دمك يا جبلة وتشاركي معانا في مصاريف البيت، رابعا هناكل تونة ببلاش وبيضربي علبة وانت مروحة من الشغل وانت جاية من علي البحار بتاعتك دي. وهي علبة هتكفي مين ولا مين؟ واحد في سبعة في سبعة يا تيتا، يعني سبع علب في الأسبوع. برافو برافو يا ياسمين. هي خلصت الواجب؟ لا لسه ما خلصتيش الواجب. لا خلصت. لما أقول لك ما خلصتيش الواجب ما خلصتيش الواجب. خلاص. يا رمزي، انا عايزك بقى تعمل لي جرد لكل الحاجات اللي موجوده في البازار دي، وتشوف محمد تيتي بتاع البازار اللي جنبينا اذا كان عايز يشتريهم اوكي، مش عايز يشتريهم ارميهم اتصرف فيهم مش اشكال، المهم ان انا خلاص علاقتي انتهت بالسياحه. وانا علاقتي هتبتدي بالصياعه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا يا شهد رمزي، انا مش هسيبك، هخلي رانيا تشوف لك شغلانه. ليه يا دول؟ هي رانيا هتفتح بازار ولا ايه؟ بازار ايه يا ابني؟ رانيا بقت المتحدثه الرسميه لشركه اعالي البحار في البحر المتوسط. شركه اعالي البحار البحر المتوسط؟ ايه ده؟ دي سياسه دوله دي؟ بس خلي بالك بقى انها يعني حاجه خطره وكده يعني، ودي اعدائها كتير، دي دول عظمى يا دوله والبحر غدار. بحر ايه اللي غدار يا ابني؟ دي شركه بتاعت تونه بقاله يعني. بقى زميتك تقفل البازار ده علشان تفتح بقاله يا دوله. قالت ايه يا دي يا اهبل؟ لا 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 لا، انت متخيل يا دي يا رمزي يعني ايه 8000 جنيه في الشهر؟ يعني يجيبوا كام علبة تونة دول؟ لا لا لا، التونة دي هناكلها احنا ببلاش، لكن ال 8000 جنيه دول هيخلونا ناكل اللي عمرنا ما كلناه قبل كده. ياه، واقعد انا بقى متفرغ بقى يا معلم لحياتي والبنتي والاشعاري، وبالمرة بقى كان نفسي من زمان قصيدة اكتبها اللي هي بتاعت يا مصر انا فضيت لك خلاص واتفرغت. طب يا دوله يعني ما فكرتش في رمزي ابن عمك حبيبك؟ انا هتفرغ ليه يا دوله؟ ما تقلقش يا رمزي، قلت لك عموما ممكن تيجي تشتغل مثلا تساعدني في البيت. خدام؟ انا يا دوله اشتغل خدام في البيوت؟ بقى دي اخرتها؟ ياه، ده انا كان عندي طموحات يا دوله في البازار ده، كان نفسي اقلبه متحف واقعد بره كده اقطع تذاكر. شوف بقى دوله، بقى البضاعه جوه هي هي وبتجيب فلوس. بس يلا بقى مفيش نصيب. انا معاك يا دوله في موضوع جنينه الاسماك اللي انت بتقول عليها. جنينه الاسماك؟ يعني انت اللي فهمته من كلامي كله ان انا هعمل جنينه اسماك؟ برضو دماغك في انك انت تقطع تذاكر وخلاص. بص يا رمزي، انت ما تفكرش خالص، سيبنا انا اتصرف لك، اتفقنا؟ يلا 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 يلا، القطر العبيد داخل على فين؟ على المحطة الهبلة، المحطة الهبلة، المحطة الهبلة. عديت صباعي. أخبار بقية الأكل إيه يا حماتي؟ ناقص كباب الحلة حبيبي. كباب الحلة؟ يا سلام، أنا ممكن أساعدكوا أقطع لكم بصل مثلا. لا مش عايزين. خلفتي بقى الستات، واحدة اتطلقت والتانية اتستتت. أنا اللي هفتح لها.
اهلا اهلا اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلامة. كل حاجة بقت تمام، الأكل كله خلص، ولعلمك بقى عملت لك بطاطس مية مية، وأنا عملت لك صينية مسقعة تستاهل بقك. وأنا بقى بقول لك يا عادل، روح حضر لها مية بملح تنقع فيهم رجليها، تلاقيهم مفقفقين من الوقفة يا راجل البيت. يا ماما مش دلوقتي يا ماما، دي جاية جعانة تاكل بس الأول. احكي لنا بقى عملتي إيه في الشغل؟ أنا اترفضت. اترفضتي؟ ربنا استجاب لدعايا. مش هي دي المشكله يا طنط؟ امال ايه المشكله؟ مشكله ايه؟ مشكله ان انا مضيت على نفسي 100,000 جنيه شيك لصاحب الشركه. انا ما دعيتش للدرجه دي. المهم خدتيه تاني من صاحب الشركه ولا لا؟ ما رضيش يديهولي. يا سلام، يا نهارك اسود، ليه بقى ما رضيش يديهولك؟ ليه ان شاء الله؟ هو بيقول يعني بسبب الخسائر اللي انا سببتها للشركه، ولازم ادفع بكره الصبح والا هخش السجن. طيب حضري شنطتك بقى يا حبيبتي. ليه يا حبيبي؟ هو احنا رايحين في حته؟ لا مش احنا، انت بس هتروحي على سجن تورا ان شاء الله، تمضي على نفسك شيك ب 100,000 جنيه. انت اتجننتي؟ ما هو لان انا موقفي وموقعي في الشركه كمتحدثه رسميه حساس جدا، مفيش ورقه صغيره ولا كبيره الا لازم تعدي عليا انا الاول، وانا اتحملت المسؤوليه دي بكل شجاعه ورعونه عشان اثبت كفاءتي. كفاءتي يا ام كفاءه؟ كفاءتي ايه؟ انت متاكده ان انت مضيتي؟ طبعا، لان انا كمتحدثه رسميه للشركه مسؤوله عن كل الورق ولازم امضي عليه قبل ما يخرج. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، 100,000 جنيه ودي دول عظمى، دول عظمى والبحر غدار، فعلا رمزي كان عنده حق. عادل، مستر مصطفى بيقول لو ما دفعوش بكره الصبح هخش السجن. رانيا، انا تعاطفا مع موقفي كنت محوشت 3,000 جنيه عشان لما اتجوز اعرف اتخانق مع جوزي براحتي. وديه. يا سلام عليكي اصيله يا سناء. وانا يا حبيبتي عندي صيغه تكلف حوالي 4,000 جنيه كنت شايلاهم عشان لما يتجوز ان شاء الله ما احتاجش للي يسوى ولا ما يسواش. خديهم يا حبيبتي. يا سلام اصيله يا حماتي. وانا بقى معايا 300 دولار، كنت يعني كل ما بحوش فلوس كده بروح احولهم دولارات عشان انت عارف يعني الدولار عمال بيعلى. يا سلام اصيله يا نجلاء. وانا يا بابا معايا 2 جنيه سرقتهم من جيبك الصبح. يا سلام، حراميه حراميه، يعني انا بنتي هتخش النار ومراتي تخش السجن واقعد لوحدي؟ عموما ماشي، دول على بعضيهم يساوي حوالي مثلا 15,000 جنيه، والعفش بتاعنا ده يجيب له مثلا بتاع 5,000 جنيه، يبقى ادي 20,000 جنيه، والاتنين جنيه بتاع البنت الحراميه دول مش هينفع مش هينفع. بقول لك ايه، معاكي تليفون الراجل النصاب ده؟ طبعا معايا. والآن السونة العجيبة، القدرة الفائقة على إنعاش المسام وإزالة الأتربة نهائيا، وليونة العضلات، فقط 400 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على رقم 111111. أي كلام بيعلنوا عنه خلاص. واحد واحد. مش معقول الجهاز الفظيع ده ب 400 جنيه بس؟ أيوة، ده طنطك بهيجة اشتريته، وطنطك بهيرة كمان اشتريته، واشتريته لبنتها بهية. يا جماعة والله كل ده كلام فارغ، ده مش حقيقي، يعني يسيبوا شغلهم ويقعدوا يلعبوا في السونة دي؟ كل اصحابي في المدرسة بيشكروا قوي في الجهاز ده. واصحابك اللي في المدرسة اشتروه بقى ولا ايه؟ لا. امال يعني كان في سابق معرفة بينهم وبينه؟ لا يا عادل، كلهم عرفوه من الدعاية. طيب يا ماما، اسمها دعاية، يعني ناس مدعين، يعني دي مش حاجة حقيقية يعني. طب انا بقى سمعت انه بيعالج الروماتويد والروماتيزم وخشونة الركب كمان. يا سلام، يعني دكاترة العظام هتشحت بعد كده والناس تجيب الجهاز؟ لا، ده الاحسن من كده كمان، انه بيحرق كل الدهون اللي في الجسم، شحوم يعني مكلكعة في الجسم، ده عن طريق التحكم الترمومتري في درجات الحرارة في مجمل الجسم. التحكم الترمومتري هو اي كلام وخلاص؟ معقولة يعني هو ده اللي بيعمل الرجيم؟ يبقى الواحد داخل الساونا معاه سندوتش ويحرق في نفس الوقت؟ انت عارفة بيعمل ايه كمان؟ ده بيجدد خلايا البشرة وبيخلي شكلها صحي، وعارفة بيرجعك 20 سنة لورا. الله، يعني هرجع لورا؟ رجعي لورا تروحي
يا ماما احنا ما صدقنا ان انت جيتي، يعني ترجعي لورا تخبطي في حاجه معقوله. يا جماعه على فكره بقى، انا من رايي ان احنا نشتري الجهاز ده ونعمل عليه دورات ثونيه. انا موافقه نجمع ثمنه مع بعضينا ونشتري الشركه كده. انت صح يا رانيا صح، وانا كلنا مع بعض. اه انا بقى عايزه ساعه واحده ساونه، وانتوا خدوا بقيه الوقت. اوكي. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ساونه اللي انتوا عايزين تجيبوها لو معاكوا قرشين ومضايقينكوا يعني، هاتوا ثلاجه جديده، هاتوا غساله جديده، لكن ساونه جرى ايه عادل؟ انت معترض ليه؟ ما انت كمان ممكن تعمل ساونه في الساونه. اعمل ساونه في انا مش عايز اعمل ساونه في ساونات خالص، وما فيش ساونه هتيجي هنا. يا عادل ايه اللي مزعلك؟ هو انت بتدفع مليم من جيبك؟ انت بتتكلمي ليه يا سناء؟ ساونه ايه يا اخت اللي انت عايزاه؟ انت بكبيرك قوي يعني تقعدي جوه كيس بلاستيك وتعرقي فيه وخلاص. بصوا انا راجل البيت وما فيش ساونه جايه، يعني ما فيش ساونه جايه. رانيا يا بسم الله الرحمن الرحيم، مين جاب الصندوق ده هنا؟ وين الفوطه دي؟ يا رانيا ايه الهزار البايخ بتاعك ده على الصبح؟ ساعه صبحيه كده؟ لا يا بيبي مش بهزر، انا بعمل الساونه بتاعتي على الصبح عشان ابقى اكتف طول اليوم ونشيطه كده. ساونه ايه؟ انت جبتي ساونه فعلا؟ يا بيبي ده جهاز تحفه يجنن، تعالى جرب والله. لا يا رانيا لا، مش معنى ان احنا خليناكي اول واحده انك تروحي تصحي لي سي عادل وتخليه ياخد دوري. دورك ايه؟ دورك ايه يا امو دور؟ دوري ونيلي تنتوا ازاي تجيبوا ساونه من غير ما تقولولي؟ قول لا قول لا لا يا سناء، ما تقوليش ان انت لسه ما خدتيش دورك حبيبتي كده. حمام الكريم اللي انا عاملاه هيبوظ. حمام الكريم بتاعك لما يبوظ تجيبوا له سباك، مش تجيبوا له ساونه. خلاص يا عادل يا حبيبي ما تضايقش نفسك، ما حصلش حاجه عشان كل ده. كل ده وما حصلش حاجه؟ هو لسه ما حصلش. عادل خش بسرعة غير هدومك وخد لك سونية كده على السريع. لا يا ماما ما تعزميش على البحر قوي كده، عادل ما دفعش. حتى انت كمان يا ماما. لا والله العظيم انتوا حرام عليكم، انا ما بقول على حاجة لا يبقى لا. ايه يا عادل في ايه؟ حصل ايه؟ انت مكبر الموضوع كده ليه؟ انا مكبر الموضوع؟ الموضوع كبير لوحده يا هانم، انتوا لازم تسمعوا كلامي. خلاص يا عادل المرة الجاية هنسمع كلام. المرة الجاية؟ وبعدين ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لمنتخب الساونة العالمي؟ خلاص يا بابا احنا مش هنشتريها تاني. تاني؟ وانتوا فاكرين الموضوع ده هيتكرر تاني؟ شوفوا مين بقى هيقعد لكم في البيت. يا عادل استنى يا بيبي انا مش عارفة اخرج. رايح فين؟ رايح مطرح ما انا رايح. يوم ما تحسوا ان انتوا محتاجين راجل ابقوا تعالوا لي. نجي لك فين يا بابا؟ تعالوا لي البازار. يا عادل استنى بس يا عادل، يا بيبي انا اتحشرت. السلام عليكم. وعليكم السلام يا رائع. ازيك يا دولة؟ ايه ده؟ ايه شنطة السفر دي؟ انت خلاص مسافر؟ خلاص مسافر على اساس ان انا قبل كده قلت لك ان هسافر. والله هتوحشنا يا دولة والله. انت بتحب بقى ايرادات البازار يعني كل شهر ابعتهم لك على البيت ولا على ليبيا؟ انت سافرتني ليبيا يعني؟ خلاص اشمعنى ليبيا؟ ايوه دولة اصل انا ليه واحد صاحبي يعني سافر ليبيا ولسه ما رجعش. ده تفاؤل يعني عايز تبعتني عنده يعني؟ لا انا مش مسافر يا رمزي، انا سبت البيت. سبت البيت وعايز تاخد بيت اوسع يعني اكبر؟ لا سبت لهم البيت هم قاعدين فيه وانا سبتهم وجيت على هنا. انت بتحب بقى انا اروح ابيت معاهم يعني عشان مش كده اونسهم؟ تونس مين؟ هتروح تبيت على اساس انك ايه يعني؟ ابن عمك يا دولة. وهو اي ابن عم يروح يبيت في البيت ولا؟ بس يلا بس يلا اسكت خالص، مش هينفع خالص، انا هبيت هنا في البازار. ايه دولة؟ طب وانا يعني هبيت فين لما انت تبيت هنا؟ بيت بقى في اي حته، اتصرف اتصرف. انا مالي انا هشيل مشكلتك كمان؟ اقول لك روح بيت عند صاحبك بتاع ليبيا ده. لا يا دول انا ممكن يعني اتاخر عليك كل يوم يعني. وبعدين بص انا حبيت خلاص البازار وتعودت عليه خلاص. حبيت ايه يا ابني؟ البازار ده اصلا مش بتاعي. يا دول تمام. والحاجه اللي موجوده في البازار دي والمكتب والتليفون مش بتوعي؟ بتوعك يا دول. تمام. والمرتبه بقى اللي انا شاريها لك دي مش بتاعتي؟ هي والملايات والمخدات والكلام ده كله مش دي الحاجات بتاعتي؟ ايوه يا دولة. يبقى مين اللي هيبات هنا؟ انت صح. شوف طب يا دولة يعني طب يرضيك يا ابن عمي يعني انا ما انا في الشارع.
طبعا يرضيني يا ابني، ده انا اتمنى انك تبات في الشارع، على الاقل هيبقى لك مهنه تبقى طفل شوارع عادي. طب يا دولا بص، يعني علشان خاطري، يعني احنا ولاد عم، انا هبيت هنا معاك في اي حته يا عم ومش هقلقك. بيت في اي حته فين بس يا رمزي؟ بتقعد يعني تطلع لي حاجات غريبه. حاضر يا سيدي، ممكن اخليك تبيت في الحمام وانا بيت هنا اهو بالمرتبه بقى والملايات النظيفه. ايه ده؟ طب افرض بقى انت يعني حبيت تدخل الحمام تقلق بقى انا منام يعني؟ يا ابني الحمام ده مش اصلا بتاعي؟ بتاعك. والقعده والسيفون والحوض والبانيو مش بتوعي؟ يا دول. يبقى مين يستخدم الحمام؟ انت صح. خلاص اما اجي انا بقى داخل الحمام هخليك انت تخرج، اخلص اقوم انا خارج تقوم انت داخل. ماشي يا دول، ماشي انا موافق. خلاص يا عم. المهم بقى عندنا هنا في البازار في ثلاجه؟ لا يا دولا، بس في حته دين تلاجه بيعلنوا عليها في التلفزيون، بيقول لك اتصل بواحد واحد واحد باين تصلك في البازار. تصلك في البازار؟ قايلين كده في الاعلان؟ يا دولا انا عارف يلا الاعلان ده، التلاجه كمان بالتقسيط، وما دام بالتقسيط انا ممكن اجيب كمان تلفزيون هنا في البازار. يا دولا، وبيقول لك في ساوله. ما تقدرش تعمل الساوله دي خالص. انا بفكر كمان في البازار اجيب بوتاجاز. ايوه يا دولا، ايوه علشان اطبخ لك بقى. انت عمرك يا دولا دقت اكلي؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب، يا اصطبحنا واصطبح الملك لله. في ايه يا دولا بقى؟ بحم التماثيل. الساعه 1 بالليل يلا. ايوه يا عم، هو ميعاد حمى حرس وهتحور كده. واحده حمى حرس وهتحور بيستحموا الساعه 1 بالليل؟ ايوه دول عشان ما يجولهمش برد بحمهم ويناموا. ولا بص قول من وش السعاده. طب يا دولا مش عايز تدخل الحمام ولا حاجه؟ عايز ادخل الحمام ليه يعني؟ علشان انام لما اطرحك شويه يعني. ولا تعالى 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 قرب. مش دولا بقى بالراحه يا عم بالراحه، انت هتسافر بيتكم بقى. يا اللي معانا يا صباح الخير يا اللي معانا. ايه يا ده يخرب بيتك؟ في ايه؟ صباح الخير يا اللي معانا الساعه 2 بالليل. ام كلثوم اللي صحيه 2 بالليل تقول يا صباح الخير يا اللي معانا؟ لا يا دول انا بقعد اغني كده عشان اونس نفسي، اصل انا بخاف لوحدي بالليل. طب ما انت مش متهبب لوحدك، ما انا اهو معاك في البازار متزفت نايم. طب دول اقوم بقى ونسني بقى دول. تحب تلعب كورشينه؟ كورشينه؟ انت بتعرف تلعب كورشينه؟ لا. قوم بقى. طيب دولا مش عايز تدخل الحمام ولا حاجه؟ ما بخشش الحمام بالليل وانا نايم خالص. انا عايز ادخل بس انام يعني مطرحك شويه بس. ولا خش نام في الحمام بدل ما اطلعك بره البازار كله. خلاص بقى خلاص بقى يا عم. اوف. يا رب ما يجي لك نوم يا رب. الشعور الغريب ده. خخ خخ ايه دول؟ ايه ده؟
يا دولا انا تضحك عليا ودخلني الحمام ومفيش حاجه لا يا عم، انا مش هدفع الاشتراك بتاع الدوره الرمضانيه دي غير لما اضمن ان كل حاجه هتبقى مظبوطه. السنه اللي فاتت كانت بايظه خالص. برافو كابتن عادل، صح فعلا الدوره الرمضانيه اللي فاتت كان فيها اخطاء فاحشه في التنظيم ولازم نتحاشاها. صح يا جماعه، احنا لازم نتحاشى الموضوع ده وننظمهم يعني يا كابتن، بحيث يعني يكون الفريق القصير قدام والفريق الطول ورا. برافو. بص بقى كابتن ميداليات، يا ريت يعني تحطنا المره دي بقى في مجموعه سهله تبقى المجموعه الثانيه. ها مجموعه ثانيه؟ يا نهار اسوح، ده فيهم الفريق بتاع ضباع الطليقه ودول ضباع، دول يقطعونا يا عم. يا عم لا، ده فيها الواد حماده وحوي، ده عليه دوبر كيك يا دولا، ملوش حل يا جدعان. اسمه دوبر كيك؟ خليك رياضي، اسمه دوبر كيك كيك كيك. طب ايه رايكم في المجموعه الرابعه؟ ايه ده؟ المجموعه الرابعه؟ لا يا عم، ده فيهم الفريق بتاع دواجن فيصل، ودول ناس راقدين على الكوره من اول ما بيلعبوا، ما حدش بيعرف ياخد منهم حاجه. فيهم الواد زكي فرخه ابن اللذينة، ما بتعرفش تلحقه، تروح له كده يجي لك كده، تروح له. ايوه دولا فاكر انا دولا، ده شغل عيشه ده. طيب انت حيرتني معاك يعني فاضل. طب بصوا المجموعه الخامسه. ها المجموعه الخامسه، فيها فريق بتاع عفاريت الاوللي. ايوه بس يعني مش اشكال، عفاريت الاوللي ما دام عفاريت نقدر نعزم لهم يعني. صح، او نحط لهم حجاب في بلف الكوره. يا غبي انت، اي غباوه جاي فيها وخلاص؟ البلف قد كده، حطك بقى حجاب قد كده، بطل بقى شعوذه والامور دي، احنا نبخر لهم الكوره. المهم هتظبطنا بقى يا كابتن، في حاجه بس عايزك فيها. تعالى تعالى تحت امرك يا كابتن. رجع كابتن ميداليات، تعالى. بقول لك ايه، يعني التحكيم السنه اللي فاتت ما حسبلناش 4 بلنتيات في دقيقتين. 4 بلنتيات؟ طب والمطلوب يا كابتن؟ المطلوب بقى عايزين حكم اجنبي من بره الجيزه خالص. احسن شباب. ايوه عاش. انا تعبت قوي النهارده يا كابتن. تعبت ايه يا عم؟ انت بقالك 3 دقايق بس تقول لي تعبت. استحملوا اخوانا، لازم نرفع راس فريق الموميا لفوق. طب وانت ليه ما بتتمرنش معانا يعني؟ يا ابني انا الكابتن، هتمرن معاكم ازاي؟ انت غبي؟ يلا انا اللي بدربكم. احسن. يا كابتن انا حاسس اني فرهدت يا كابتن، حاسس انها غس. لا ما تقلقش، انت ما تقلقش على نفسك من الخسسان خالص. عموما 5 دقايق راحت كفايه كده قوي يا اخوانا، كفايه احنا في تقدم كبير. 5 دقايق بحالهم يا المعسكر اللي انا عملته لكم بقالي يوم هنا اهو، قافلين على نفسنا في البازار، جاب نتيجه هايله. ها المهم يا جماعه، مش مهم اللياقه خالص، الاهم من اللياقه ايه بقى؟ حد يقول لي ايه؟ الخطه. بصوا هي دي الخطه اللي احنا هنلعب بيها مع فريق مخللات امبابه. فريق مخللات امبابه فريق حراق، لازم نبقى مركزين له، لازم تركزوا معايا يا اخوانا. عايزين نلعب بطريقه بقى جديده خالص. الطريقه بتاعتنا دي هتبقى مختلفه، ولا ايه رايكم؟ بس الخطه اللي بتيجي في التلفزيون يا كابتن بيبقى فيها لعيبه كتير وبشريه يا ريس. بشريه يا ريس؟ ده بيبقى الجمهور يا اهبل. احنا الدوره الرمضانيه بيبقوا 4 تنفار رسمهم، ودول 4 تنفار اللي هم بتوع فريق مخللات امبابه. الخطه بتاعتنا هتبقى بطريقه 4-2-4. 4 هيبقوا في الباكات. ومين الاربعه بتوع الباكات؟ احنا الاربعه يا غبي يا غبي. واثنين هيبقوا خط الوسط. مين بقى الاثنين خط الوسط؟ انت والواد رمزي عشان هتنفعوا في الوسط. ماشي. وفي 4 تانيين بقى تقريبا هيبقوا، اللهم صل على النبي، هيبقوا ايه قدام بقى في الهجوم. واحد هيبقى وينج رايت، واحد وينج ليفت، وواحد وينج جزر. وينج جزر؟ ايوه يا ابني، مش بنلعب مخللات، يبقى لازم في ليفت وفي جزر، دي معروفه قوي يعني. انا بجيب خطط مظبوطه يعني. امال ايه؟ خلاص يا جماعه عرفتوا الخطه؟ الخطه بقى هنلعب بيها ونهدف. واهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه روح الجماعه، سيبكم من الخطه، المهم روح الجماعه. اللي يجي له الكوره يبعتها لي واقوم انا ساكعها في الجون على طول. صح دول. طب افرض بقى هم هجموا علينا، افرض يعني. لو هجموا علينا ولا يهمنا، نعمل لهم مصيده التسلل. عارفين ايه هي مصيده التسلل؟ لا يا دول. اهي ادي المصيده. مش بنرين اما بنحط المصيده للفار ونحط له فيها حته جبنه يجي هو يطمع، ما احنا بنطمع الفار يجي متسلل بالليل يخش عشان ياخد الجبنه.
قافله في وشه المصيده دي. احنا هنعمل كده، هنيجي للفريق اللي قصادنا ونطمعهم فينا. يلا ازاي دول يعني؟ يعني ايه نحسسهم ان احنا مش لعيبه ومش فارقه معانا؟ يعني عارف يعني ما نحسسهمش ان احنا عندنا ماتش اصلا يعني. طب هنلغي بعد في الماتش ازاي؟ السؤال ده سؤال تخين فعلا. بص يلا احنا رنات بقى، كل واحد موبايله في شورته. انا مثلا عايز منك الكره هديك رنه، عايز ما تدينيش الكره لحاجه هديك رنتين. اتفقنا؟ طب وانا يا كابتن دولا؟ انا انت ما احنا اتفقنا قبل كده يا رمز، انت الجون يا ابني، انت الجون يا كابتن. يا عم بقى انا كل شويه اقعد في جون، انا عايز بقى انزل كده وسط الملعب واحاور واخد كباري. تاخد كباري هو ده طموحك يا ابني؟ الجون نص الفريق. انت ما بتشوفش الحضري بعد كل ماتش ما بيطلع بقى فوق العارضه ومعاه بطيخه ويقعدوا يقولوا له ارقص يا رمزي؟ ده يعني انا بديك امل لقدام. يلا صح. وبعدين انت عايز ايه من الماتش؟ انت خليك فوق العارضه من اول الماتش ومعاك البطيخه وعايش مع نفسك، واي حد يجي البذر بتاع البطيخه على طول. خلاص يا رجاله، اهم حاجه اللياقه، ولازم يبقى عندنا صحه، ولازم نبقى مركزين في الملعب. مفيش شاي، مفيش قهوه، مفيش اكل. ايه مفيش اكل؟ ايوه مفيش اكل، عشان تنزلوا تاكلوا بقى اللعيبه اللي قدامكم. ولازم يا جماعه تهتموا بصحتكم جدا. اتفقنا؟ اتفقنا يا كابتن. فريق المومياء يعيش يعيش. يا تاخرنا جدا. المومياء ايه ومدان لبنان ايه؟ ده فريق ولا ميكروباص؟ وبعدين في فريق اسمه الموميا، ده مات قبل ما يتولد. عموما يا سيدي الف مبروك عليك الماتش كده، وصلتوا لدور الثمانية واللي جاي ان شاء الله سهل. ربنا يخليك، الله يبارك فيك. بس برضو ايه، كسحناهم ولا ايه؟ ايه الموميا؟ اوعى تفرح، ده لولاي انا كنت زمانكم مشموطين 9-1. ده غير التلاتة بيلن اللي انا حسبتهم لك في النص الملعب. يا ابني ده انا كسبتكم وغيرت القانون عشان تكسبوا. ربنا يخليك، بس برضو احنا عملنا مجهود واحنا فريق جامد ولا ايه؟ الموميا اوعى تنسى، اوعى. وانت في زهوة الانتصار والنصر يجب ان تعلم ان انا هتكت شرف صفارتي وغيرت القانون عشان تكسب. ربنا يخليك، بس المهم بقى تسد معانا لغاية دور الاربعه. انا معاك في دور الاربعه والتلاتة والاتنين لغاية النهائي. يا سلام، ربنا يخليك. والموميا في كل حتة، عمال تجيب اجوان، وزي ما راح الغمرة هنروح من اللبنان. هي دي الخطه زي ما انا قلت لكم كده، ده الفريق بتاعنا اللي بالاحمر، وده الفريق بتاع جبنه قريش صفت اللبن، وده فريق صعب جدا، عشان كده لازم ننفذ الخطه. ده انت يا كلبز اهو، تمام. وده مين؟ انا وائل تيتي. ايوه تيتي صح. وده مين؟ انا وعوف النضاره اهو. ايه ده؟ طب انا مخرج لساني ليه دوله كده؟ مش اهبل يا ابني، اهبل لازم تطلع لساني. وده طبعا اللي هو اللي واضح الملامح ومعاك كوره ها طول الوقت. انا يعني انا الرابع بتاعك. السلام عليكم. أهلاً 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 كابتن محسن، الحمد لله على السلامة والله. ألف مبروك يا عم، ألف مبروك، أديك وصلت للنهائي. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، أهلاً وسهلاً. اتفضل اتفضل. شربات يلا يا رمزي، شربات. لا لا لا، شربات إيه؟ أمال يعني أما تاخد الكاس هتعمل إيه؟ لا ده أقل حاجة بقى أتبع عجل وأفرقه على الناشئين. هتتبع عجل؟ ما تقلقش يا. طيب بمناسبة بقى قرب وصولك للنهائي، مش نخلص موضوعنا احنا؟ موضوع ايه قوي قوي تحت امرك، اتفضل طلباتك. اصلنا وسناء بقينا خلاص روحين في فانيلا واحدة. يا سلام، ومتمددين على بساط الريح كمان يا سيدي. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ومش ناقصنا غير موافقتك. امسك بس الكاس في ايدي يا معلم، ولو بالليل عايز تكتب كتابك اكتبه على طول. خلاص يبقى معادنا بكرة في الوسعاية، ومع صفارة الحكم محسن سيكا سيشهد التاريخ ماتش حياتي مع نقنق.
ان شاء الله ربنا يكرمك. معلش بقى كابتن سيكا، النهارده زي ما انت شايف كده عندنا تدريبات الاحماء يعني، فمش فاضيين حتى. يا عم احماء احماء، ما انا حاكم ما اتفرج على الاحماء. اتفرج معانا؟ اه. عارفين يا اولاد مين هيقعد النهارده يتفرج عليكم؟ مين يا كابتن؟ ما هو لسه قايل قدامكم، ده انتوا كلكم اغبياء. ده سر يا دول الخطط. سر ايه؟ ما هو هيشوف يا ابني، ده هو اللي بيحكم ولا ايه يا كابتن؟ يلا يلا بقى. هات يا رمزي، رمزي معاك. بص يا دولا، بص. عايز ايه؟ بصي بصي. لا ما انا بأنن يا ابني، انا اناني. كابتن عادل. ايوه. بعد اذنك، الدورة الرمضانية اللي هتبدأ بكرة دي، دي في كرة القدم مش في الباسكت. ايه ده؟ احنا لعبنا كذا ماتش، هو اللي احنا لعبناه ده كله كان كرة قدم؟ دول 30,000 دولار بالتمام والكمال. عد. لا عيب يا مستر سامتي، معقولة أنا عد وراك؟ استحالة أنا عد. رمزي. نعم دول. خد عد وراك. نتكلم في شغل جديد. أنا عايز 10,000 ورقة باردي بريفكس. أرجو التزام. لا 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 لا، أرجو التزام إيه؟ إحنا في بيننا وبين بعضينا 15 صفقة قبل كده، عمري كنت مش ملتزم، وبعدين حضرتك أحسن واحد هتتعامل معاه في السوق هو أنا. تمام يا دولا. طلعوا كام؟ طلعوا دولارات يا دولا. بقول لك صنفهم لي، ما انا عارف ان هم دولارات، شوفهم كام دولار. بالمناسبه تعرفش حد بيبيع بلح؟ بلح؟ انا طبعا يعني اي حاجه انا اقدر اتصرف فيها. ولا رمزي؟ نعم يا دولا. روح بسرعه هات قفصين بلح اجري. حاضر يا دولا. خد خد خد، تعال تعال، احنا مستر سانتي صاحبنا يعني وعايزين نوجب معاه. هات نخلتين اجري. نخلتين ايه مستر عادل؟ تعالى تعالى يا رمزي، مستر سامتي يعني حبيبنا وداخل على طمع، عارف عزبه النخل؟ روح جز النخل اللي هناك كله وتعالى. نخل ايه؟ انا عايز 25 طن عشان صديقي في ناميبيا مستر بولا، هو عايز تاجر بلح يتعامل معاه، عايز صفقه 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ يا دول يطلعوا اكتر من 5,000 جنيه مصري دول. دول يا مستر سامتي، معقولة يعني تدور على تاجر بلح وانا موجود؟ عيب يعني. انت تاجر باردي؟ انا اريد تاجر بلح. باردي بلح؟ بص انا تاجر بتاع كل حاجة حضرتك يعني. وبالنسبة بقى للفواكه، انا ياما اشتغلت طبعا في البلح، وتاجرت في الجوافة وفي العنب، وتاجرت في كل حاجة حضرتك يعني، حتى التين الشوكي كنت بصدر التين في حتة والشوكي في حتة، مش كده يا رمزي؟ كده. والتين البرشومي مش كنا بنبرشمه هنا قبل ما نصدره بره؟ اهو واحد، لا من هنا من عندنا ولا من عنده. امال منين؟ والله ما عارف، انا اصلي كان عندي صفقة حيوانات نادرة قبل كده، بعتها كلها، والحيوان ده بس هو الوحيد اللي محدش فهمه يعني، ما استوعبوش، بس غريب قوي. بص تعالى كده يا رمزي، تعالى. بص ودانه، بص يعني اوريك حاجه كمان، بص ضحكته. حيوان نادر نادر يعني، ممكن ادولك فوق الصفقه بتاعه البلح ان شاء الله. يعني انت ممكن تخلص صفقه البلح؟ اخلص لك صفقه البلح ده في لمحه بصر. وبعدين حتى حضرتك يعني لو انتوا مش عايزين البلح بعد ما انا اجيبه، انا ما عنديش مشاكل، انا ممكن اكله او اكله للحيوان النادر، اكل البلح ابو زلط ده. اوكي، انا اكلم مستر بولا، نصك معاه معاد بكره. اوكي. نورت يا مستر سانتي، مع الف سلامه. مع الف الف سلامه، مع السلامه. ايه ده ايه ده ايه ده يا دولا ده؟ ايه ده؟ طلعت بتفهم في البلح كمان. يا ابن البلح ده اسهل حاجه، ده انا اتاجر فيه كده وبصبع رجلي عادي جدا يعني. وبعدين البلح معروف قوي يعني ان هو احمر واصفر وزغلول. صح دول. طب بالنسبه للزغلوله دول مين اللي هيزغطه؟ بص يا رمزي انا ممكن ارد عليك، يا ريت، بس هضايقك ومش هرد. دولا. ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين نتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه، وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى بذوقي؟ ها ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت لابس بدله جديده زي زيك. اوعى ايدك،
لا بزيك ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دوله في ايه يا عم؟ دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك. انت مش فاهمك، انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دوله بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وكابتن فلافيو مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا هكذا. ولا رمزي وقف هكذا ورايا. دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 تن كل 6 اشهر. 25 تن؟ لا لا عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في مانيبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في اميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا اللي ولا هي تفصه وخلاص يعني. بس يا رمزي معلش احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده، دي شتيمة دي يا دول ولا ايه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش، ده بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا؟ وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت نمضي العقود. يا سلام قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر ميعاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا؟ ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل. زياد منك ليه؟ لها 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 يعلوه، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع صوت الناس. تمام يا كبير. ابني كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسية، انت مش شايف الشمس يا علاء؟ اديه كل البلح اللي معاك. ايوه قاعد مالي يا بيه. طيب يا سيدي خد، اتكل على الله اللي بعد. تعالي يا ست. اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ ينفعنا برضك في أي سفقة تانية؟ خدوا مين هيال؟ عناية يا كبير. خد يا ست. مرضية؟ مرضية يا بيه. نجر يا خد. اللي معاك دول كم كيلو مار؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو؟ ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك علي؟ قرب يا ولد. بتضحك علي؟ يا نهار اسوح، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي. ده انا بنام وعندي عين مقفولة وعين مفتوحة. اكيد المعلم عجوة هو اللي مسلطك على. ما توعى يا لا، خليك بتفهم كيدي. اوعى، المعلم عجوة هو اللي زقك علي. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. خدي الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه. هلا عينيا يا كبير. سماح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته معاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرس البيضه
وخلي الفرسه تجري 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 وهو في صوابعه كده في الاسفلت زي المنيج في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا واد. اللي بعد خش يا سيدي. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه عما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حاويت حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. انت لسه شفت حاجه؟ انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي. يا معلم يا كبير. بس بقول لك ايه يا رمزي، امر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده، عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى الالاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي. هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده من على قرطه، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس 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 بقول لك ايه، امتى مساء مستر عادل. اهلا اهلا. اخبارك ايه؟ وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل. وانا فلوسي معايا. ايه ده الكبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولة كده؟ مش لاقيها يا دولة، مش لاقيها. بوظ الصفقة. معلش دراع اليمين بس عايز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. اريد ان ارى البلح. قوي قوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن ايت وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية يا كبير. اتفضل يا كابتن. اتفضل 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 اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وبالنسبه للمساعد اللي معاك ده، منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟ في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فتره خزنته. ايه اللي حصل؟ شقى عمري، شقى عمري باظ، شقى عمري، شقى عمري، شقى عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شقى عمري بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 داهية. طب وبعدين؟ والعمل ايه يا بولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة. التلاجة، التلاجة وحبيبتي جوه التلاجة، التلاجة، التلاجة وحبيبتي جوه التلاجة. التلاجة، التلاجة وحبيبتي جوه التلاجة، التلاجة، التلاجة وحبيبتي جوه التلاجة، التلاجة، التلاجة. رانيا عايزاني اجيب لك حاجه وانا جاي من بره؟ هات لنا معاك ليمون، وابقى هات معاك جبنه براميل من عند السوبر ماركت، وما تنساش تجيب عيش. ها ما قلتيش اجيب لك حاجه وانا جاي؟ جرايه عادي.
للدرجة دي مش مركز معايا؟ نازل تتفرج على ماتش في القهوة خلاص؟ عقلك طار؟ ابعت لك بقى اللحمة مع رمزي. ها؟ يا ايه عادل؟ يا عادل ايه يا راني في ايه؟ ايه يا عادل في ايه؟ بدل ما تقعد معانا يوم الاجازه اللي بتاخده مره كل كام شهر نازل تسيبنا رايح على القهوه؟ بلاش تقعد معايا يا اخي، اقعد مع بنتك بلاش انا. واقعد مع بنتي ليه؟ ما تقعدي معايا، مش بنتك برضو؟ انا اقصد اقول بلاش تقعد معايا، اقعد مع بنتك شويه. ايوه وانت مش عايزه تقعدي معايا ليه طيب؟ خلاص يا عادل خلاص، انا اسف بس خد بالك يا عادل، بنتك بتتربى بعيد عنك، ما تبقاش تندم بقى لما البنت تتطور على انها كائن انفصالي وتتحول لانها تنكر دورك كأب على المدى المتوسط، كمدى متوسط يعني. مدى المتوسط؟ بتجيب الكلام ده منين؟ عموما يا ستي اما ارجع ان شاء الله هبقى اقعد معاها. ها لما ترجع مش هتلاقيها يا بيه. ايه هتكونوا خلاص يعني شحتوها؟ لا عمتها سنة هتوديها جنينة الحيوانات. طيب ما كويس انها توديها جنينة الحيوانات، انت ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني انك ما بتبقاش مبسوط غير لما تتفرج على ماتشات، حتى ماتشات الدرجه الثانيه مش عايز تفوتها. درجه ثانيه ايه؟ انت مش فاهمه اساسا النهارده في ايه. النهارده الاهلي بيحتفل بالمئويه، 100 سنه كوره يا ماما، وبيلعب مين؟ لاعب برشلونه. طب ما عادي يعني برشلونه هتكسبكم. تكسبنا مين يا ماما؟ احنا فرقه تقيله، هنقطعهم هنقطعهم. يا حرام ماما، ما عندهمش حد، ما عندهمش غير رونالدينهو. هو ما فيش غير رونالدينهو ده حته لعيب بس. انا بقى لو مكان وائل جمعه ما سيبش رونالدينهو. طبعا وائل جمعه هو اللي هيمسك رونالدينهو، وانا بقى لو مكانه وهو بيجري جنبه يقوم مطلع الموبايل من الشورت ويقعد يتصور جنبه كده وهو بيجري. وهو بيجري انزل على العيال في الحته بقى اقعد افرجهم على الفيديو. بابا 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 ممكن تلعب معايا لعبه؟ لعبه اللي هلعبها معاكي دلوقتي يا ياسمين. بصي اي لعبه هلعبها معاكي اكيد هكسب، لان انا دماغي كبيره جدا ومليانه العاب كتيره جدا. اهو ده اللي انت فالح فيه. بصي انت لازم تلعبي حد مستواه اقل من مستوايا، حد ضعيف تعرفي تغلبيه. روحي العبي ماما. ماما مش هتقدر تكسب في اللعبه دي، وانت مش هتقدر تكسب في اللعبه دي. ده ايه الغرور اللي عندك دي؟ ايه هي اللعبه اللي انا مش هعرف اكسبك فيها دي؟ اسمها لعبه التركيز. التركيز؟ بتتعمل ازاي دي وانا اغلبك حالا؟ تعرف تخلي صباعينك الاثنين يلمسوا بعض من غير ما تبص؟ من غير ما ابص عليهم يعني؟ سهله جدا. اهو بصي اغمض عيني كمان. اهو اهو اهو. ايه ده؟ بنت بنت، انت يا بنت يا بنت الادب، خد يا بنت. ياسمين ياسمين عاجبك كده؟ انا اللي غلطان، كنت انا بفكر اجيب لها هديه لما الاهلي يغلب برشلونه الخسرانه. اه سناء تعالي يا سناء. احنا طبعا اخوات يعني ممكن نهزر مع بعض ونضحك مع بعض يعني. في لعبه حلوه قوي ممكن العب. طب ايه هي دي؟ دي لعبه التركيز. طب ازاي دي ورهاني؟ مش عارفاها. مش عارفاها؟ لا مش عارفاها. لعبه التركيز بصي تخلي صباعينك الاثنين دول يلمسوا بعض من غير ما تكوني بص عليهم خالص. يعني بصي انا مغمض عيني اهو وصباعيني هم ايه لازقين في بعض. ماشي. انا يا ابني اللي معلمها لبنتك اصلا. انا اللي غلطان يا سلام، انا اللي غلطان. ده انا كنت بفكر اجيب لك فستان جديد لما الاهلي يغلب برشلونه. ماشي. يا ياسمين يلا يا ياسمين عشان نجهز نفسنا. يلا يا حبيبتي عشان نروح جنينه الحيوانات. اوكي بس الاول اعملي لي التسريحه بتاعتك. حاضر يا حبيبتي. انا بحبك قوي يا تنصري. وانا كمان بحبك قوي يا ياسمين. رالي انا ملاحظ ان ياسمين متاثره قوي بسناء اختي. طب وايه المشكله؟ ما هي عمتها. ايوه بس المفروض تتاثر بيا انا ابوها برضو. ليه يا ترى؟ هترجعي تاني تقولي لي عشان موضوع الكوره. لعلمك بقى انا ممكن النهارده ما اروحش الماتش بتاع الاهلي وبرشلونه واوديها جنينه الحيوانات. بجد يا عادل؟ طبعا بجد. انا عارف ان انت زملكاويه ونفسك الاهلي يتغلب، بس انا كمان مش هتفرج على الماتش، اهم حاجه بنتي. ياسمين يلا حبيبتي اوديك جنينه الحيوانات. ايه ده انت بتقول ايه يا عادل؟ عادي انا ابوها وهي عايزه تروح جنينه الحيوانات وهوديها. يلا ياسمين. طب وطن سناء؟ طن سناء هنلاقي زيها هناك في الجنينه كتير. عادل لو سمحت عايزاك في كلمه جوه. عادل عايزاك في نفس الكلمه جوه. ايه الكلام العجيب اللي انتوا بتقولوه ده؟ ياسمين جميله انت جهزي ماشي على ما اخرج واخدك ونروح جنينه الحيوانات. اجهز ازاي؟
اجهزي بقى يعني فك الشعر العجيب اللي سناء عملته لك ده حبيبتي كده اهو. ايه الكلام الفارغ ده؟ اكيد عايزاكي تبقي شبهها وخلاص. اعملي شعرك زي باباكي كده، ها قصير يعني قصير ماشي جاي على طول. انا هاخد حاجه بس ونمشي على طول نروح على جنينه الحيوانات. ياسمين ياسمين كلبوزي حبيبي كلبوزي يا كفو كلكم فولك يا كفو. ولا رمزي ادول الخزنه دي مش كان فيها فلوس؟ اه ما انا عارف. اما انت عارف يعني راحت فين الفلوس دي؟ قبل 2000 جنيه انا شفتهم. ايه شفتهم؟ اه طب هم اخبارهم ايه دلوقتي؟ كويسين يعني ولا بعافيه؟ لا هم الحمد لله كويسين. انت ايه عايز توصل لهم رساله ولا حاجه؟ انا ممكن اسيبها. اسيب لهم رساله؟ لا مفيش، بس يعني انا كنت عايز اطمن عليهم وعايز اعرف يا هل هم راحوا فين ويا هل هم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. دي رخامه جدا السؤال ده. هو بصراحه يعني انت كنت عايزهم ليه؟ قول لي وانا اقول لك. لا ابدا، انا اصلي كنت رايح جنينة الحيوانات وكنت عايز معايا فلوس، يعني انت عارف الحيوانات بقى. طب وانا اعرفها منين الحيوانات دي؟ انت ما تبصش في المرايه خالص يا فلوس. فين يا ده رامز؟ انا هقول لك يا عمي ما واحده واحده. انت مش قايل لي ركب ازاز للفاترينه؟ اه وجبت لك لوح ازاز عشان تركبه للفاترينه بدل اللوح اللي انت كسرته. يا عم ده اولت امبارح. هدول دول اه من حق. انت هتتفرج على الماتش النهارده؟ احنا لمين العيال وهنقعد. ما تتوهش، فين الفلوس؟ وديتها فين؟ حاضر يا دول انا هقول لك يا عم. بص بصراحه يعني انا جيت اركب اللوح اللي انت جايبه لي على الفاترينه فلقيت اللوح اكبر من الفاترينه، قلت بقى ايه اقصر اللوح. وعملت ايه بعد كده يا لوح؟ بعد ما قصرت اللوح يا دول لقيت الفاترينه اكبر من اللوح، فقلت لا فكرت يعني فقلت ايه طب ما تلزق يا وادي يا رمزي اللوح ده عشان يرجع تاني اكبر، فوقع مني اتكسر طبعا. لا عيب يا دول عيب يا عم، انا بتعلم من اخطائي برضو. انا قلت بقى افك اللزق دون وفكرت في الحل الوحيد. اكيد غيرت الفاترين. غيرت التماثيل اللي جوه الفاترينه دول وغيرت الفاترينه كمان. حلو؟ لا مش حلو. المهم كمل اخلص. بس لقى الازاز اكبر من الفاترينه. ايه ده انت عرفت ازاي؟ طلع فعلا الازاز اكبر. ما تيلا يا بابا بقى عشان نلحق نتفرج على الحيوانات. انا بفكر ان احنا ناخد رمزي نفرج عليه الحيوانات في الجنينه. فين بقيه الفلوس يا واد؟ عملت ايه؟ انا هقول لك يا دول انا مش هطول عليك يا عم. بص انا قمت رامي بقى اللوح ورامي كل حاجه ورحت اشتريت بقى فاترينه بالتماثيل باللوح بتاعها جاهز كده. وطيرت ال 2000 جنيه. لا يا دول ناقص 500 جنيه علينا اللي بتاع الازاز والفاترينه. علينا 2500 جنيه طاروا عشان انت. بس على فكره دول قال لي ما تتاخرش يا رمزي. ما تتاخرش يا رمزي. البت دي زي العسل يا بنت. ياسمين ياسمين روحي اشتري. عارفه عمك متولي ابو طارق؟ روحي هاتي من عنده شوكولاتايه. ها تاخريش وقفل الباب بتاع البازار وراك. حاسب الازاز بتاع الباب يتكسر مش ناقصين مصاري. شقيه قوي بنت ال بنت الايه؟ ادول انت عايز صغير يعني تجرب المرتبه الجديده دي ولا ايه؟ لا انت مش بتقول جالك صداع في ظهرك؟ قوي يا دولة. انا بقى هعالج لك الصداع ده يا رمزي. ازاي دولة؟ ازاي؟ دي طريقتي. ايه دولة يا دولة اتأخرت ليه يا عم؟ تعالى انا حاجز لك هنا اهو. تعالى اديله ميه اديله نار. النادي الاهلي فريق جبار. بابا مش انت وعدتني هتشوف صوت واحد بس وهنمشي؟ هنمشي نروح على جنينة الحيوانات. هو بابا عمره وعدك بحاجه وما عملهاش؟ ياسمين حبيبي كلبوزه ولا بدو الكرسي هنا لياسمين. مفيش كراسي فاضيه يا استاذ. قوم يلا يا رمزة. عادي يا ياسمين. انت واحد جنب الجهاز. طيب لا انا هتفرج على شوط واحد بس وهسيب لك الكرسي. خلاص بقى ربنا يكرمنا بس ان شاء الله النهارده بقفاول من بتوع ابو تريكه يقوم سكعات ام اعصابهم بايظه بقى. اعصاب ميلة بوز دي ملايين تيجي على الارض يا عم. اذا كانوا هم ملايين احنا بقى الوفات بتجري.
اهم حاجه بقى يا معلم ان هم ودوهم النهارده الهرم، شمس بقى وخيل وجمال واكله محشي مع ملوخيه، هينزلوا يفرفروا دلوقتي في الملعب. بس الماتش هيبتدي يا اخوانا. الماتش هيبتدي. دولا هو فين التلفزيون يا دولا؟ في بيتك. انت عامل ايه في وشك يا انا؟ مش عارف يا دولا، من ساعه ما دهنولي قرط فمش شايف. وانت بتشوف قرطك طلع من الدره يا اهبل. ابتدى. بابا هو الشوط قد ايه؟ الشوط ساعه الا ربع يا ياسمين. ايه لسه هستنى ساعه الا ربع. حبيبتي هتحس ان هم ربع ساعه، الاهلي نازل سخنه اهو من الاول، تك تك نخلص على طول. يلا يلا يا متعب، يلا ادي لابو تريكه، ادي لابو تريكه. دولا هو الاهلي لابس ايه؟ دولا طب احنا بنلعب مين؟ بس يلا بقى البس النضاره ما دام كده مش شايف. ايوه خلي بالك من رونالدينو ده، خلي بالك من رونالدينو ده. رونالدينو لسه ما نزلش اصلا. اهو كلهم شبه بعض، الفرنساويين كلهم قطعيه واحده اصلا. مين يا عم دول؟ اسبان. اسبان بقى طليان هنقطعهم هنقطعها. الجون ده اوف سايد. اوف سايد مين يا دولا؟ الجون ده عصام الحضر يا عم، انت ما تعرفوش ايه ده؟ هو ابدا اتهزمنا بقى. يلا بقى نروح جنينه الحيوانات. لا اتهزمنا، ده هو جون واحد بس اللي جه فينا دلوقتي. تك تك نتعادل ونجيب جون نهزمهم ونخلص على طول. بابا انا زهقت. ايوه حبيبتي انت زهقتي بس عشان مغلوبين، لكن اول ما نتعادل ونغلب هيبقى ادي لفلافيو. لا لا مش ده ولا ده ولا ده. ده حرام بقى، ده ظلم. ايه التحكيم ده؟ ده ظلم ده يا اخوانا. جونين في شوط واحد كده بقى صعب. لا صعبه ايه؟ لا دلوقتي الاهلي هيتعادل ويعوض ويغلب كمان. تك تك ينهي. معلش يا اخوانا، دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. حرام والله. معلش يا اخوانا، معلش، دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. لا مش معقوله بقى. معلش يا اخوانا، معلش، فاضل حاجه بسيطه يعني، بس ان شاء الله الاهلي هيتعادل وبعدين تك 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 وبعدين يخلص على طول. خلص الماتش دلوقتي، الماتش خلص والاهلي اتغلب وياسمين نامت وجنينه الحيوانات قفلت وانا ما بقتش اب كويس. الواد ده زملكاوي يا اخوانا. دولا